بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا إخوان، ما زلنا في الكلام على الطريقة التي استقر عليه الأمر في هذا الوقت وفي هذا العصر، وهي التخريج بواسطة برامج الحاسب الحديثة. ونبه بعض الإخوة على أمر، وهو أمر مهم جدا، وهو أن التخريج بواسطة هذه البرامج لا يعني الاستغناء عن الرجوع عن الكتب الأصلية، لكن كلامنا يعني الكلام الآن في أن في الشخص الذي يعني يريد بحثا سريعا، أو الوقت قد ضاق عليه أو شيء من ذلك، فالملجأ في التخريج يكون إلى هذه الطريقة، لكن لا بد من الرجوع إلى الكتب الأصلية، ولا شك أنها تسهل عليك الرجوع للكتب الأصلية وتختصر الوقت كثيرا جدا. فعندما تخرج لك مثلا عدد من المصادر، ما عليك إلا أن ترجع إلى المصدر الأصلي، لكن قد يكون نفس الباحث إما أن تكون المصادر الأصلية غير موجودة عنده، يعني أو يكون في بلد مثلا يعني لم يقتنها، أو يكون في بلد ليس أمامه إلا الشاملة أو غيره من البرامج. فالرجوع إلى المصادر الأصلية مهم جدا، تأكد من أخطاء وتثبيت العلم ونحو ذلك. ذكر بعض الإخوة حديثا قال كيف أخرجه، وهو الحديث المشهور. هو لم يعطينا الحديث بلفظه ولا أعطانا عدة كلمات، وسأعطيكم الحديث كما ذكره لي. قال في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق من لم يصلي أو كذا، بهذه الصورة ذكر لي. فكيف أنت تخرج هذا الحديث إذا ألقي عليك هذا الحديث بهذه الطريقة عن طريق الحاسب الآلي؟ أنت طبعا سيكون عندك إلمام بالحديث فيما سبق، فكما قلت لك ستتذكر الحديث. الحديث مشهور جدا، نأخذ كلمتين من الحديث أو ثلاث كلمات. فالكلمة الأولى هممت، والكلمة الثانية طيب لو اخترنا أحرق، قد يكون مثلا فأحرق كذا، فاختر كلمة يعني قد لا يقع فيها اختلاف في الروايات. بالنار طيب، هل ممكن أن تتغير؟ لا، بالنار، لا، الذرية ليست في جميع الروايات، فندخل كلمة كذا بالنار. طيب نحدد مجال بحث، الآن ما حددت المجال، ولذلك لو أعطيتها أمر بحث لن يبحث، أي لم تختر أي كتاب للبحث. فتحدد متون، وأحيانا المتون تكون كثيرة، فلك أن تحدد الكتب الستة. يعني أنا سأحدث الآن سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، صحيح البخاري، صحيح مسلم، أبو داود في موضع آخر، وأيضا المسند، مسند أحمد. لو حددنا هذه المصادر وحدها مثلا وبحثنا حتى لا يطول البحث، طيب خرجت هذه النتائج الآن، واضح؟ لقد هممت أن آمر. قد يكون الحديث في مصادر أخرى، لكن بسبب أننا أدخلنا هاتين الكلمتين قد نغير في البحث. فكما قال بعض إخوانكم، لو أدخلنا بيوتهم مثلا وبالنار غيرنا، الحين طلع عندنا ثلاث مصادر، فندخل مثلا بيوتهم طيب ونبحث في نفس المصادر. ولاحظ كما ذكرت الآن خرجت المصادر التي أمامكم ثلاثة، ولو حددنا المجموعة كلها ستخرج مصادر أخرى لا شك. لاحظ في أثناء البحث يا أخوان، أضع كل كلمة في خانة، لأنك لو وضعت كلمتين متتالية، وش طريقة البحث الآن؟ يخرج لك الصفحة التي فيها، لا ليست، قد تكون الكلمة هذه في الحاشية وهذه في الأصل، أي صفحة فيها هاتان الكلمتان يخرج لك البحث هذه الصفحة. لكن لو وضعت بيوتهم بالنار متتالية لن يخرج لك إلا الصفحة التي فيها التتالي هذا، وقد تقل نتائج البحث. فحاول أن تبحث أنك تضع كل كلمة في خانة حتى تخرج لك النتيجة صحيحة. لو وضعنا طيب، لو وضعنا أثقل طيب، وش الحد اللفظ صلاتهم بيوتهم، بحثنا فيها تقريبا نفس النتائج. لماذا اختلت؟ والسبب
ننظر ما السبب، لم تخرج لنا المصادر الأخرى، نعيد البحث في الكلمتين. شوف عند أبي داود كيف لفظ الحديث، ليس فيه إن أثقل. عند ابن ماجه أيضا ليس فيه. فكما قلت لكم التخريج بهذه الطريقة لا بد أن تعيد البحث، ولا بد أن تغير الكلمات حتى تتأكد أنك وصلت إلى نتائج، يعني نقول بنسبة 95%. أحيانا يفوتك أخوان يكون الحديث في صحيح البخاري، وبسبب أنك يعني قصرت في بعض الكلمات يفوتك شيء من ذلك. طبعا لعلها اتضح إلى حد كبير التخريج، سنأتي إلى النقاط الأخرى. في وقلت لكم أن هذه الطريقة أصبحت هي المعتمدة في هذا العصر الآن عند كثير من الباحثين للمزايا التي ذكرتها لكم من قبل. طيب نأتي لأمر مهم جدا جدا ويقع فيه الخطأ كثيرا. نحن الآن عرفنا التخريج أخوان بصورة يعني نظرية كما يقولون، لكن كيف تأتي صياغة التخريج؟ كيف نصوغ التخريج؟ كيف تكتب التخريج؟ وهذا يقع الخطأ فيه كثيرا يا أخوان، صياغة التخريج وكتابة التخريج، وهو أمر مهم جدا جدا. نتبع الخطوات الآتية. عندنا حديث مثلا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله كما هو أمامكم. الخطوات التي نتبعها في صياغة وكتابة التخريج، أولا ذكر المصدر ومؤلفه، يعني البخاري أخرجه البخاري في صحيح، مصدرا ذلك بصيغة أخرجه أو رواه، والأكثر في الاستعمال أخرجه، فتقول أخرجه البخاري في صحيحه. وجدنا الحديث مثل الحديث السابق وجدناه عند مسلم وكذا، تقول أخرجه مسلم في صحيحه. ثم توثق التخريج. كيف توثق التخريج؟ بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث كما هو مرتب أمامك، فتقول مثلا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب من ترك صلاة العصر، الرقم الأول الذي أمامكم رقم إيش؟ الجزء، ثم رقم. هذه الأرقام مرتبة حتى لا تنساها ولا يقع عندك يعني خلط فيها. أول ما تأخذ أنت ماذا؟ الجزء، ثم تفتح صفحة، ثم تنظر في رقم الحديث. رتبها بهذه الصورة حتى ما تختلط عندك الأرقام. كثيرا ما تجد المخرجين المعاصرين يذكرون رقما واحدا، ولا أقصد أنه يعني لا يذكرون عدة خانات، بل خانة واحدة في الأرقام، يعني بالألاف أو بالمئات، 4500 مثلا. إذا ذكروا رقما واحدا فهم يقصدون به رقم إيش؟ الحديث، رقم الحديث. طيب ذكر راوي الحديث، فتقول صحابي أو تابعي، وصفة رواية مرفوعا موقوفا، ومدى مطابقة لفظ الحديث للحديث في المصدر بلفظه بنحوه، فتقول من حديث بريدة رضي الله عنه به، يعني بالمتن هذا مرفوعا. لابد أن تبين هذه الألفاظ، قد يكون مثلا الحديث عند بعضهم موقوف وعند بعضهم مرفوع، وإذا كان عند الجميع مرفوع تبين، تقول مرفوعا بلفظه. إذا كان نفس الألفاظ تقول بلفظه، إذا تغير اللفظ تغيرا يسيرا تقول بنحوه ونحو ذلك. إذا كان التخريج مصادر متعددة نذكر الإسناد من عند الراوي الذي تجتمع فيه الطرق، ويسمى مدار الحديث، يسمى مدار الحديث. فتكون الصياغة بهذه الطريقة التي أمامكم الآن، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب من ترك العصر، ثم جزء صفحة رقم الحديث. والنسائي في السنن كتاب، لا تقول وأخرجه تكررها، لا، مدام المدار واحد تسرد لك أحيانا 10 مصادر وكلمة أخرجه واحدة. والنسائي في السنن كتاب الصلاة باب من ترك صلاة العصر، جزء صفحة ورقم الحديث. وأحمد في المسند جزء وصفحة، طبعا ليس هنالك كتاب وباب في المسند. جميعا
يعني جميع هذه المصادر من طريق يحيى بن أبي كثير، هو مدار الحديث الذي تجتمع عنده الطرق. عن أبي قلابة أن أبا المليح أو أبا مليح حدثه عن بريدة رضي الله عنه به مرفوعا بلفظه. هذه الصيغة نقول التامة الكاملة، لكن هذه الصيغة قد يقول قال أنا لا أراها اليوم عند الباحثين أو عند المحققين المعاصرين الذين مثلا يخرجون مثلا زاد المعاد أو غيره من الكتب المعروفة، لا قد يقول قال أنا لا أجد هذه الصياغة. هذه الصياغة هي المتبعة، هي الصياغة التامة الكاملة، وهي المتبعة في الدراسات الأكاديمية. لكن المحققين المعاصرين لماذا لا يسلكون هذه الطريقة؟ ليه؟ طويلة ومتعبة نوعا ما، فيختصرون يحذفون بعض الأمور المرشدة، يحذفون الكتاب والباب لا يذكرونه، يحذفون أحيانا الجزء ورقم الصفحة. لماذا؟ لاختلاف الطبعات وكثرة الطبعات. والغالب أن رقم الحديث لا يتغير، قد لو تغير يحصل تغير يسير لاختلاف الروايات، ويقتصرون على رقم واحد فقط، فيقول لك أخرجه البخاري رقم، أخرجه مسلم ثم يذكر رقم، أخرج وأبو داود رقم. هذا هو الغالب على المعاصرين، ويذكرون ذلك اختصارا، وهذه لا بأس بها. لكن لو أخطأ هذا في كتابة الرقم كأنه لم يصنع شيئا. فأنت ستبحث في الرقم هذا إذا الرقم فيه خطأ. لكن لو أن الباحث هذا أعطاني الكتاب والباب، حتى لو أخطأ في الأرقام أنا سأذهب مباشرة إلى الكتاب والباب. فهذه الطريقة التامة الكاملة في صياغة التخريج بهذه الطريقة التي أمامكم. وكما قلت هنا هذه الخطوات ليست في درجة واحدة من أهمية في باب التخريج، فبعضها أهم من بعض. يعني من أهم الأشياء هنا، يعني لا يحسن أن تذكر الجزء والصفحة وتترك رقم الحديث. يعني لو خيرت بين الأمرين ماذا تختار؟ رقم الحديث. لأنه لا يخفى عليكم يا إخوان، يعني في زمن ماضي قبل 20 سنة ونحو ذلك، كانت كتب السنة لا يوجد فيها إلا إيش؟ إلا طبعتين وثلاث. الآن يعني كل سنة تخرج لنا طبعة جديدة. فالبخاري الآن له يمكن 17 طبعات، وكذا مسلم والنسائي وأبو داود. فأنت وكثير من الطبعات الآن الأخيرة التي خرجت أخيرا تكون إيش؟ في مجلد واحد. فإذا جاء شخص وأعطاني الجزء والصفحة إيش؟ لا أستفيد. فإذا كان لابد من الاختصار فاذكر رقم الحديث. ففي الغالب أنه لا يتغير، إن تغير تغيرا يسيرا. فهذه الصياغة الصحيحة في التخريج وكتابة وتحرير التخريج. البعض يقول مثلا ذكره البخاري، وذكره كما قلنا من قبل أنها تستعمل في المصادر غير الأصلية التي تروي الحديث بغير الإسناد، لكن في المصادر الأصلية استقر اصطلاح أهل الفن على أنك تذكر أخرجه وتذكر رواه، والأكثر في الاستعمال أخرجه، والأكثر في الاستعمال أخرجه، فتذكره بهذه الصورة التي أمامكم الآن. وأنا أنبه أؤكد على ذلك، لأن الكثير إخوان يخطئ كثيرا في صياغة التخريج. بعضهم يذكر هذه الصياغة ثم يضع أمام الرقم الأول يذكر صاد، وأمام الرقم الثاني يذكر جيم، ويذكر رقم. هذه لا يحتاج إليه، لأنها معلومة عند أهل الصلاح. بعضهم رأيته يخرج مثل هذا الحديث ثم يقول أخرج البخاري في صحيحه وأحمد في المسند من حديث بريدة أو في مسند بريدة، يكرر الصحابي في كل مصدر. هذا خطأ، والأخطاء كثيرة في الصياغة. هذه الصياغة الصحيحة المتبعة كما قلت لكم في الدراسات الأكاديمية. نعم الشيخ، هذا مفصل ليس إجمالي. الإجمالي لك أن تحذف. طبعا هذه مسألة أخرى، التخريج موسع وتخريج متوسط وتخريج مجمل. لك أن تحذف الكتاب والباب مثلا، لك أن تحذف الجزء والصفحة، لكن فيه أمور أساسية لا يمكن حذفها.
أخرجه مثلا، والكتاب والمصنف المؤلف بعضهم، أو رأيته كثيرا، أو جملة من الباحثين يقول أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي، بناء على أنه ينصرف إذا قيل البخاري إلى الصحيح، وهذا يعني قد يمشي، لكن الأفضل أن تنص على الصحيح. لماذا؟ البخاري له كتب متعددة، له الأدب المفرد وله التاريخ وله كتب متعددة، فأن تنص على الكتاب أولى وأفضل في ذلك. مش تقول؟ طيب ومسلم عن إيش؟ إيه لا بس أن تقتصر على الصحيحين، لا الأمر سيان يعني لك ذلك، لكن أنا أتكلم الآن على الصياغة وعلى الكتابة، كيف تكتب التخريج إذا وجدت الآن المصادر، كيف تكتبها وكيف تصوغها. فكلامنا الآن على الصياغة، على مجرد الصياغة. طيب الآن بهذا يا إخوان نكون قد انتهينا باختصار يناسب الوقت من الكلام على طرق التخريج، من كلام على طرق التخريج الخمس والطريقة المعاصرة التي هي كما قلت لكم التخريج بواسطة الحاسب الآلي، وقلت لكم أن العمل عليها اليوم، العمل اليوم على التخريج بواسطة الحاسب الآلي. نأتي إلى المسألة الأخرى وهو مجمل طرق معرفة درجة الحديث. وقلت لكم من قبل أن، وهذه ينبغي أن تكون ثابتة ومستقرة عندكم، أن معرفة الدرجة وأن الحكم شيء منفصل تماما عن التخريج. أعيد وأكرر، لأني كما قلت لكم من قبل أن جملة من الطلبة في الدراسات الشرعية يسألك عن التخريج، يسألك عن التخريج، وتتفاجأ أنه يريد إيش؟ يريد درجة الحديث، ويقول وش تخريج الحديث؟ فالتخريج شيء ودرجة الحديث شيء آخر كما سبق بيانه. الآن يا إخوان سنتكلم كيف تعرف بإجمال، كيف تعرف درجة الحديث، الطرق الموصلة لدرجة الحديث بإجمال، لن ندخل في التفاصيل لأجل الوقت. مجمل طرق معرفة درجة الحديث هذه أمامكم الآن. الطريق الأول عن طريق دراسة الإسناد، ودراسة الإسناد كما قلت لكم يدرس في الدراسات الأكاديمية في فصلين أو في سنة كاملة وأكثر. الطريق الثاني من طرق معرفة درجة الحديث صحة وضعفا، وجود الحديث في كتاب التزم الصحة. إذا وجدت الحديث في كتاب التزم الصحة خلاص ما يحتاج تبحث، وأقصد بذلك البخاري ومسلم. الطريق الثالث من طرق معرفة درجة الحديث نص أحد الأئمة النقاد على درجته، يقول لك صحيح، يجي الإمام أحمد يقول لك صحيح أو منكر أو باطل، خلاص انتهى الأمر. إذا نص الإمام أحمد أو البخاري ولم يخالف ممن هو في طبقته فالقول قوله، فالقول قولهم، وهم أعرف وهم أصحاب هذا الشأن ولا ينازعون فيه. الطريق الرابع من طرق معرفة درجة الحديث تلقي الأمة أو تلقي العلماء للحديث بالقبول. فلاحظوا يا إخوان أن كلامنا الآن ليس على دراسة الإسناد، بل دراسة الإسناد جزء مما نتكلم عنه الآن، جزء. فكلامنا أوسع من دراسة الإسناد. كيف تعرف أنت وكيف تقف أنت على درجة الحديث؟ ليس معناه كيف تدرس أو تحكم أنت، فليس كلامي الآن على كيف تحكم على الحديث، لا، هذه لعلها تكون في مجالس أخرى. الكلام الآن في كيف تعرف، ليس كيف تدرس أو تحكم أنت. نعم يا شيخ، لا، سيأتي أمثل على ذلك. دراسة الإسناد التحقق من توفر شروط الحديث الصحيح، وبعبارة أدق المقبول. طيب، التحقق من توفر شروط الحديث الصحيح وبعبارة أدق المقبول، هذا هو دراسة الإسناد. ماذا لو قالك شخص ماذا نعني بدراسة الإسناد؟ ما المقصود بدراسة الإسناد؟ أن تتحقق من توفر شروط الحديث الصحيح الخمسة. ما هي الشروط؟ هي التي أمامك الآن: اتصال السند، عدالة الراوي، تمام ضبط الراوي،
عدم الشذوذ عدم العلة. خمسة شروط لا بد أن تتوفر في الحديث حتى نحكم عن الحديث بأنه صحيح. إذا اختل شرط من هذه الشروط خرج من دائرة الصحة والقبول إلى الضعف، وقد يخرج إلى الحسن في تمام الضبط. طبعا عندنا الآن الشروط وعندنا المحترزات، يخرج باتصال السند يخرج أنواع الانقطاع كلها، المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع والمدلس والمرسل الخفي والمرسل الظاهر، يخرج بعدالة الراوي المجهول والمعروف الضعف، فالمجهول إيش لا تعرف عدالته، يخرج بتمام الضبط خفيف الضبط والمغفل ونحوهما، عدم الشذوذ يخرج به الشاذ، وعدم العلة يخرج به المعلول. هذه بشكل مجمل معنى دراسة الإسناد، وكما قلت لعله إن شاء الله يتيسر مجالس أخرى للكلام عن دراسة الإسناد، عن دراسة الإسناد وكيفية دراسة الإسناد. الطريق الثاني من طرق معرفة الحديث، قد يأتيني شخص يقول أنا ما درست الإسناد ولا أعرف كيف أحكم، أقول فيه طرق أخرى تستطيع الوصول إلى درجة الحديث. ما هي الطرق الأخرى؟ انظر للحديث هذا، هل وجد في كتاب التزم الصحة، أن يوجد الحديث في كتاب التزم صاحب الصحة. قد يكون الحديث في كتاب يعني صحيح مقطوع به، وقد يكون في كتاب صحيح مختلف فيه يحتاج إلى بحث. فالمقطوع به صحيح البخاري صحيح مسلم، والذي يحتاج إلى بحث كتب الصحاح غير الصحيحين كابن خزيمة وابن حبان، كتب المستخرجات على الصحاح والمستدركات على الصحاح. لكن تخريجها في هذه الكتب أو في جملة من هذه الكتب يشعر بقوته، يشعر وإن كان ضعيفا قد يكون ضعفه يسير. أما إذا كان في البخاري مسلم فالأمر مفروغ منه، مفروغ منه إلا حديث يسيرة يعني تعقبها الحفاظ، والغالب أن القول فيها قول البخاري مسلم. الطريقة الثالثة من طرق معرفة الحديث أو معرفة درجته تخريج الحديث في كتاب، أو هذه انتهينا منها، نص أحد الأئمة النقاد الحفاظ على صحة الحديث. إذا نص أحد الأئمة النقاد كأحمد البخاري يحيى بن معين على صحة الحديث وعلى ضعفه، وكما قلت لكم إذا لم يخالف ممن هو في طبقته فالقول قوله، وهم أهل هذا الشأن وأهل هذا الفن لا ينازعون فيه، سنأتي الكلام عليه إن شاء الله. ومن الحفاظ المتأخرين بعد هؤلاء الأئمة مثل الذهبي وابن تيمية. أبرز المصادر والمراجع لنصوص الأئمة والحفاظ. قد يقول لي قائل أين أجد نصوص الأئمة، أين أجد نصوص الإمام أحمد في الحكم على الأحاديث؟ تجدها في مصادر متعددة، من أهمها كتب التواريخ والسؤالات، كتاريخ البخاري، تواريخ يحيى بن معين. والتواريخ هذه المقصود بها في الغالب أنها سؤالات وكلام في الجرح والتعديل، لا ليس التاريخ بالمعنى المتبادر للذهن، لا، كلها تراجم في الجرح والتعديل، فلان ضعيف فلان ثقة ونحو ذلك. كتب العلل كعلل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني يوجد فيها أحكام للأئمة على الأحاديث. كتب التخريج أيضا وهي مصدر مهم جدا جدا، يعني تريحك في البحث عن في المصادر المتقدمة، تريحك في البحث في المصادر المتقدمة. نصب الراية للزيلعي، التلخيص الحبير لابن حجر، ينقل أحكام الأئمة، وإن كان كما قلت لكم من قبل قد يترك نقل كلام الأئمة في جملة من الأحاديث. أيضا من المراجع إخوان والمراجع المهمة الكتب المعاصرة الجامعة. قام عدد من الباحثين المعاصرين بأعمال جليلة جدا،
جمعوا أحكام الأئمة، فمنهم من جمع أحكام الدارقطني في مؤلفات خاصة، ومنهم من جمع أحكام الإمام أحمد وخرجت موسوعة ضخمة، وقبلها موسوعة أيضا أقواله في الرجال وفي الحديث. وهذه هذه الكتب وهذه الأعمال تتوالى، وهي أعمال جليلة، وما زالت ما زال الباحثون بحاجة إلى هذه الأعمال. وأذكر أن وقفت على كتاب قبل مدة أقوال الإمام أحمد في نقد الأحاديث، في جمعها من كتب السؤالات ومن كتب الفقه الحنبلي، المغني والفروع والمبدع وغيرها، جمع أقوال الإمام أحمد في الحكم على الحديث ورتبها على أبواب الفقه، وبدأ بكتاب الطهارة، أظن كتاب الطهارة والصلاة، خرج جزء واحد ولم يتم العمل، وهو عمل جليل جدا جدا. ومن وجد في نفسه يعني وجد في نفسه نشاطا لمثل ذلك، فإن هذه الأعمال تخدم الباحثين وتخدم الأمة خدمة جليلة كبيرة جدا. ما عليه إلا أن يستخرج هذه الأحكام ويرتبها. مثلا يعني سأذكر لكم عملا يعني ينتظره تنتظره الأمة كلها. لو جاء شخص إلى أحاديث بلوغ المرام، وأحاديث البلوغ من المعلوم أن الحاجة لها الآن وتدرس باستمرار وفي جميع الأوقات، وفي الدراسة النظامية وفي غير الدراسة النظامية، والحاجة ماسة جدا جدا لمعرفة أحكام أحاديث البلوغ. لو جاء شخص وجمع كلام الأئمة النقاد على أحاديث البلوغ فقط، يأتي الحديث الأول هو الطهور ماءه الحل ميتته، ويبحث عن طريق الشاملة مثلا في أقوال الأئمة فقط في الحكم على الحديث، يضع الحديث ثم قال أحمد قال البخاري وتوثيق هذه النقول، ويمشي على أحاديث البلوغ كلها، لا شك أنه سيكون عمل من أفضل الأعمال على الأحاديث، وعمل جليل كبير جدا جدا. لا أريد يعني أن يخرج، لا، ينقل لي فقط مجرد نقل كلام الأئمة النقاد ويرتبه على أحاديث بلوغ المرام، أحمد والبخاري وبزرعة ونحو ذلك. نعم يا شيخ، عليش نقول أئمة تذهب شيخ تحدد تلخيص الحبيب. مثلا لو ذهبنا مثلا للشاملة نختار مثلا تلخيص الحبير، وهو من كتب التخريج، ترى الحروف، طيب نبحث في التلخيص الآن، تلخيص، هذا تلخيص الحبير الحافظ ابن حجر، زين، وهذه الدراية أيضا الحافظ ابن حجر، وهذا البدر المنير أيضا وهو من أوسع كتب التخريج. نضع أي حديث من الأحاديث، لو تضع مثلا حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض، لا أفضل أن تكون كلمة الحلال في خانة أخرى، أفضل. طيب نبحث الآن، خرج عندنا في البدر المنير وفي التلخيص الحبير، زين ننظر في التلخيص، طبعا البدر يتوسع. طيب الآن يذكر التخريج الحافظ بن حجر، يقول مرسلا، هذا مرسلا حكم يا إخوان، يعني معلول، زين، ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل، هذا حكم، تأخذ هذا وتضعه تحت هذا الحديث. وأوردهم جوزي في العلل المتناهي بإسناد ماجه وضعفه، ضعفه ابن الجوزي، زين، وضعفه وهو ضعيف، ولكن ثم تكلم عليه، ورواه الدارقطني من حديث فلان وإسناده ضعيف إيش ومنقطع، هذا حكم من إيش، من ابن حجر، تذكر هذا الحكم، ولابن ماجه أيضا، ثم ذكر هذه الأحكام تأخذها وتضعها تحت الحديث، وتمشي هكذا على أحاديث البلوغ. وكما قلت لكم يا إخوان فيها أعمال كبيرة وجليلة، من الأعمال الكبيرة والجليلة لكنها نفدت الآن، ما قام به مجموعة من الباحثين في جمع جميع أحكام الحافظ بن حجر، جمعت أحكام الحافظ بن حجر جميعها
من كتبه المختلفة من الترخيص الحبير ومن نص ومن الإصابة وكذا، جمعت ورتبت على 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 أحاديث، على أبواب الفقه. والجميل في العمل هذا، الجميل جدا، أنهم لا ينقلون أحكام ابن حجر فقط، لا، ينقلون أحكام ابن حجر ونقل ابن حجر لأحكام الأئمة، موسوعة أحكام الحافظ ابن حجر للأحاديث طبع في نحو 7 أو 8 مجلدات، في نحو 7 أو 8 مجلدات يمكن الاستفادة منها. يعني لو جاء باحث وأخذ الأحكام هنا وضعها للبلوغ، ستكون لا شك أنها وطبعت في مجلد واحد، ستكون الفائدة كبيرة جدا جدا. الطريقة الرابعة يا أخوان، وهي تلقي الأمة للحديث بالقبول، سنختم إن شاء الله الوقت لعله لا يكون في مجلس بعد الصلاة. الطريقة الرابعة وهي تلقي الأمة بالقبول، هذه يتكلم عنها ابن عبد البر في التمهيد وشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى وغيره، أن الأمة تتلقى الحديث بالقبول أو العلماء، فهذا يغني عن الكلام في إسناده وعن النظر في إسناده حتى لو كان في إسناده ضعف يسير. ومن أشهر الأمثلة وأبرز الأمثلة في ذلك حديث المشهور لا وصية لوارث. هذا الحديث ضعيف عند جمهور المحدثين، الحديث هذا ضعيف لا يصح، لكن تلقته الأمة بالقبول وتلقاه العلماء بالقبول والعمل عليه، بمعنى أنه أفتى به الصحابة، عمل به الصحابة، فالعمل على معناه. ولذلك محل اتفاق أنه لا يجوز للشخص أن يوصي لوارث، أن يوصي لوارث. والأمثلة على ذلك كثيرة، وللفائدة البحوث في هذا المسألة البحوث قليلة، أو أظن إن وجد فهو بحث واحد أو بحثين أو قد لا يوجد، وهذا يعني محل بحث. فلو أن شخصا جمع الأحاديث التي نص شيخ الإسلام تيمية على أنها تلقاها العلماء بالقبول أو الأمة بالقبول، أو نص غيره ابن تيمية على ذلك، ثم يذكر الضوابط المستنبطة لهذا الأمر، وهو أمر جديد يعني لم أرى فيه تصنيفا، وإن وجد كما قلت لكم فهو تصنيف أو تصنيفين. بهذا نختم الكلام على طرق تخريج الحديث وعلى طرق معرفة درجة الحديث. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.